مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم صريح جدا. هذه المرة تأتيكم بمنطقة عطف الحشي المتواجدة ببلدية المجبارة جنوب ولاية الجلفة. موضوعنا اليوم راح يكون حول التهميش وغياب برامج التنمية الفلاحية. تابعونا مع تصريحات فلاحي وموالي هذه المنطقة. ناقصنا هذا القود وراه مكسر، وخاصنا نقل مدرسي لوليداتنا، وليداتنا راهم يروحوا للفرع البلدي نتاع طريق بوسعاده، منا كاين 12 كيلو، كاين نهار اللي يعود بارد، وكاين نهار اللي يعود ثلج، وكاين نهار يعود مطر، وما يلقوش يروحوا. اليوم رانا نعيشوا في ظروف صعبه، وهذا الارض راها كانت من ارض جرداء محجره اصبحت للفلاحه، فلاحيه رعويه، الناس راها بانيه لي زونكار امر راهم تاع دجاج. راه ثاني عندهم كاين عندهم المرض، وكاين اللي راهم ماكلهم الدجاج نتاعهم بسبب عدم وجود الاعانات تاع الدوله والوقوف تاع السلطات المحليه بجانبهم. نشرو في الماء، المسالك الريفيه ما عدناش في ذائقه كبيره في ايام الشتاء، ما نحكوش عليها، الغاز ما نحكوش عليها، يبعد عنا بزوج كيلو. الجعبه الرئيسيه الام ما كانش، درنا طلبات شكاوي تقارير وما كانش. السجره تاع الثمار سمعت ماتت، الصفصفه كشوف هي ميته. المزرعة سمعت القمع وشعير ولا قهدينه ضاع من قلة الماء. هانا عندنا عامين هنايا راني غنشري في الماء. ها الفرج تاعي محفور سمعتني، وراني قابل هنايا لله. ما عندي غيرها حتى ما عندي، وهذه خدمتي. ما عندي غيرها حتى خدمة له. فوق القلم ولا فلاحة كما راه تشوف فيها، هذه معيشتي، هذا وطني. هاك تشوف في فلاحتي، ها الرمان، ها البطاطا تاع القصب ذيك، البطاطا الاخرين دايره من الفوراج، البسان قايم هراني هنايا. ولكن قابلونا من جانب الطريق، من جانب الغاز، من جانب التريسيتي، من جانب بطاقة فلاح يقول لك ما عندكش حق، قال له جبت لي عقد. منين نجيب له حق؟ واغتنا كل ما تفوع عندهم ومنقدين عليها وداسينها ولا عقد لا والو. راح لنا الماء اللي كنا نحفروا على 50 و60 متر قضاء جف الماء، ما كاين عندنا سدود اللي راح تدعم هذا الفلاحة. ما كاين عندنا ترخيص باه نعاودوا نرموا الفرج تاعنا ونحفروا. كاين ناس راهم دايرين جروبات للفلاحه باش يسقوا الفلاحه نتاعهم، راها تتكلف لهم التكلفه باهظه. هاي فلاحتي حرقت، راك تشوف فيها راك 2300، هنايا الفراجات ما عطاونيش الرخصات، راه عندي فراج حابس، عندي اربع فراجات. هذا هو واحد، هاهم زوج، واحد هاهم منا وزوج هاهم مرهم، راه الاخر من هي. وتريشتي ما لحقتناش. نطبع تريشيتي ونطبع الرخصات باه تعاونونا. هذا الفرج اللي محفور في المنطقة هذا الأول، في المنطقة هذا اللي فيها تاع عطف الحشي، وماناش مقمقين في المحافرين كاع 80 متر. راح لنا الماء، طلبنا اوتوريزاسيو، وطلبنا شكينا، طلبنا الوالي، طلبنا المير، طلبنا كل شيء، مسكرين علينا. ما عطاونا والو. احنا فلاحين في منطقة عطف الحشي، وراها خاصتنا عدة أشياء، منها الكهرباء كما راكم تشوفوا ماخذة مسامينا وما بوش يعطونا منها. وناقصنا البناء الريفي، طايرين ملفات في بلدية مجبرة وما عطاوناش. نحن نعاني من مشكل التجديد، تجديد رخص حفر الآبار اللي رانا نعانوا فيها، فلاحتنا وأرضنا وأشجارنا ما تستحملش العطش. نطالب السلطات المحلية باش تشوف لينا، باش تنقل انشغالاتنا، رانا نعانوا، رانا عطاشة. كل الولاية فيها الإعانات تاع حفر الآبار يعاونهم، بناء البسانات ثاني يعاونوا فيهم. اليوم احنا ما عندناش اعانه هذو، احنا نحوسوا على السلطات المحليه تعاوننا، توصلنا الكهرباء، الطريق راها مكسره، تهرب من حفره طيح في واد. الرخصه نتاعنا نتاع الحفر تاع البئر رانا حفرنا 50 متر والميه لقيناها ما كانش، راه قضات لنا. كاين راني قارس الزيتون وقارس الشجره لكن الميه قضات لي. نطلب من الوالي ونطلب من السلطات انها تعاوننا في تجديد رخصه الحفر. رانا اليوم صبحنا نعانوا، راهي الفلاحه هاي وراها عطشانه، الكهرباء ما كانش، التنميه ما كانش، السكن بناء ريفي ما كانش، الطرق مسدوده. اليوم الدوله تقول الاعتماد على الفلاحه، واليوم الفلاحه ما عندناش حنايا اللي رخص لنا ترخيص تاع الحفر، يقول لك اخويا ممنوع. كيفاه منا تقول لي الفلاحه ندعمها ومنا تقول لي الترخيص ممنوع، ولماذا؟ بخصوص رخص حفر الابار، هذه انا بالنسبه للدوله سهلت الامور في البدايه، وانها كانت
رخص الحفر يتم عن طريق استقلال الأرض، شهادة استقلال الأرض، إلا أن في الآونة الأخيرة منذ سنة 2017 تم توقيف هذه الإجراءات، ويبقى المواطن يعاني من إعادة تهيئة البئر أو حفر البئر من جديد. لهذا نلتمس من الجهات المعنية تسهيل أو إيجاد حل لتجديد الرخص السابقة أو حلول لتهيئة الأبار هذه. بالنسبة للطريق الرابط بين منطقة المعلبة وعطف الحاشي حتى إلى غاية طريق المجبرة، هذا الطريق هو طريق حيوي، وأنه يساعدنا على بالنسبة للنقل المدرسي أو تنقل الأشخاص بالنسبة للفلاحين، أو واستفدنا من إعادة تهيئة هذا الطريق بستة كيلومتر، وتم إضافة 4 كيلومتر ليصبح حوالي 10 كيلومتر لإعادة تهيئة هذا الطريق.